صيف يعني ان هو قدرتي برضو ان انا العب معاه في ملعب واحد كان صعبه بالنسبه لي ان انا اكسبه، وهو طبعا انا بنافس على نمره واحد هو بنافس على نمره واحد وان احنا نصدر التصنيف تاني، بس يعني كان حاجه اخوه ما بيني وبينه. زي ما شفت الجيم الخامس برضو كان في يعني ما بيننا تبادل يعني كل احترام، وانا فخور بكده وبتمنى له كل التوفيق في المجال. كل ما بيني وبين محمد كل احترام، يعني احنا يمكن اول مره نشد مع بعض كده في الملعب ويعني بس ده في الاخر اخويا الكبير وانا دايما بتعلم منه، فانا ما اقدرش حتى لو هو كان شاد اعصابه شويه في الماتش، احنا يعني احنا زي ما شفتي في انا بديه بالشراب وهو بنقعد مع بعض عشان الحكم ما يحسبش حاجه عليا وعليه، فكان عباره عن اخلاق يعني الماتش كله، وبتمنى له التوفيق في كل اللي جاي ان شاء الله، وان هو حتى لو هو يتصدر تصنيف تاني. وطبعا ماتش علي فرج ماتش صعب جدا علينا احنا الاثنين، بس اهم حاجه البطوله كانت مصريه طبعا في الاول وفي الاخر، لان احنا كان عندنا ديجو الياس برضو من بيرو ومحمد من انجلترا، فالموضوع كان صعب علينا شويه، بس ان شاء الله يعني اعمل ريكفري كويس وسعيد بالماتش. كان بيلعب وهو كان تعبان شويه وانا كنت تعبان برده، بس هو كان خبره ادت يعني ان هو يلعب كده، وخامس جيم الحمد لله قدرت ان انا افرق الحمد لله. طبعا كانت قريبه خالص، وبعد كام مره حسيت ان انا هترجع وهتفلت، وبعد كده فعلا سرحت شويه فلتت الجيم الشوط الرابع، وبعد كده الحمد لله قدرت ان انا يعني الجيم الخامس افرق في الاول، وهو اعتقد حاسس حاجه بالخلفيه او حاجه زي كده في الاخر، بس طبعا يعني الماتش كان على اعلى مستوى والحمد لله انا قدرت اوصل كويس. يعني الحمد لله البطوله مصريه في الاول وفي الاخر، والماتش بين علي فرج يعني هو كابتن الفريق طبعا بتاع السكواش يعني، وان شاء الله يكون ماتش حلو على اعلى مستوى، اهم حاجه انها تكون مصريه.